مهرجان شرب للتسوق كوتن انطلق في ليدر سنتر بتنظيم من مجموعة حيدر مراد وأولاده من باب حرص المجموعة على نقل الأفكار والتطبيقات من الخارج إلى الأردن، حيث عملت على إفادة عملائها من العروض والخصومات المميزة. هاي السنة الرابعة على التوالي بنعمل مهرجان خاص بليدر سنتر، هذا خاص بزبائن ليدر سنتر. بتعرف إحنا استثمارنا وثقتنا بزبائننا وعودناهم على الثقة هاي. بنعمل أسبوع شهر كامل، كل أسبوع له خصوصية في البراندز اللي عنا. هلأ إحنا في الأسبوع الياباني شارب كان لها بصمة مميزة في ليدر سنتر على عروض خاصة، وصلت عروض على بعض الايتمز ل50%. هذا برضو هدية من ليدر سنتر وحيدر مراد لزبائن ليدر سنتر. هلا رح نتواصل بالأسابيع الجاي بالأسبوع الكوري والأسبوع العالمي، وراح يكون في تواصل وراح يكون في خصومات خاصة وفعاليات خاصة بليدر سنتر. الجانب الشيق في المهرجان كان متواجد مع أقوى العروض والهدايا والأجواء الممتعة بمسابقة احذر ما في داخل الصندوق والجوائز على كل فاتورة شرائية، كما تضمن المهرجان خصومات عديدة ومفاجآت مميزة وخاصة خلال أيام المهرجان المستمر لغاية 27 من الشهر الحالي. مهرجان للعائلة، مهرجان للتسوق فيه وخصومات مجزية وأسعار كتير مريحة للمستهلك، بالإضافة لأنه بتخلق حميمية بين عملائنا في الشركة وبين المجموعة. ثيم ياباني زي ما أنتم شايفين، بيستمتعوا الأطفال بيستمتعوا العائلة ككل يعني، وهيك عملنا جبنا المهرجان للأردن. طبعا هو مهرجان احنا اعتدنا يعني هذا المهرجان رقم 4، اعتدنا نعمله كل سنة بهذا الوقت من السنة، وبنتأمل من كل عملائنا وزبائن مجموعة حيدر مراد يستفيدوا من المهرجان ويجوا يشاركون المهرجان ويعيشوا التجربة اليابانية. ما تخلله المهرجان أيضا مشاركة عدد كبير من الشركات لمنتجاتها وعرض أدوات منزلية وكهربائية وعروض مجانية مفيدة ومتنوعة تناسب الجميع. ألاء أبو حمدة، رؤيا.